السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة اليوم. في هذا الفيديو سأشرح لكم ميزة الفوكس اليدوي في أجهزة الآيفون. نعم، في الآيفون يوجد فوكس يدوي وكذلك فوكس أوتوماتيكي. هذه الميزة لا يعرفها أغلب المستخدمين ويظنون أن الصور الاحترافية تأتي فقط باستخدام كاميرا باهظة الثمن، يعني كاميرا احترافية وغيره من ذلك، ولكن بميزة الفوكس اليدوي كل شيء سيصبح احترافي بإذن الله. فميزة الفوكس اليدوي طريقة عمله على الآيفون سهلة جدا. هنا يعني تفتح الكاميرا، تقوم بالتصوير إما صورة أو فيديو، يعني الميزة متوفرة على الفيديو وكذلك على الصور. بعد فتح الكاميرا والتصوير هكذا على سبيل المثال، أنا أقوم بالتصوير الآن وأردت يعني تصوير فيديو احترافي أو صورة أو لقطة يعني احترافية، فعلى سبيل المثال لدي هذه هنا هذه الزلازة بالعامية أو البلاطة إذا صح التعبير، لا أعرف ماذا يقولونها باللغة العربية الفصحى. فهنا كما ترى أمامك يعني التركيز بالأوتو ذهب إلى الوراء، ذهب إلى المباني وذهب إلى الحي، ولكن هنا عندما أضغط هكذا عليها بإصبعي في الكاميرا لاحظ معي أن التركيز ذهب إليها، وإذا حاولت الضغط مطولا بإصبعك عليها سوف تظهر لك عبارة بألعلى تخبرك بأن الأوتو فوكس قد تم إيقافه، وبالتالي لاحظ معي مشاهدي الكريم كل شيء مشوش من ورائها والتركيز يأتي فقط عليها. في هذه الحالة يمكنك تصوير أي شيء، يعني تصوير مبنى، تصوير منزل، مدرسة، كلية، أي شيء رائع، وتأتي من وراء يعني وردة أو نبتة أو شيء من هذا وتظهر الصورة احترافية للغاية، يعني تظل على حسب إبداعك وعلى حسب استخدامك لهذه الميزة. الآن يمكنك أخذ لقطة، تصوير فيديو أو غيرا من ذلك. مثال آخر هنا على سبيل المثال يمكنني يعني تصوير الشمس من وراء المستقبل أو الرأس الخاص بالصحن، فعلى سبيل المثال هنا الشمس تظهر من وراء هكذا، وأقوم بضغط وضع الفوكس على المستقبل، أضغط عليه بإصبعي حتى يأتي التركيز عليه، بعد ذلك يمكنني الضغط مطولا حتى يتم إغلاق الفوكس، وبالتالي يمكنني التصوير. لاحظ معي يعني الصورة مشوشة للغاية مشاهدي الكريم، الفوكس يأتي فقط على الرأس هكذا. يمكنك يعني التحكم أيضا في الإضاءة برفع إصبعك إلى الأعلى في المكان الذي ضغطت فيه، تنزيله إلى الأسفل هكذا حتى تصبح الصورة يعني ذات إضاءة منخفضة وهكذا. الآن مشاهدينا الكرام أترككم مع مجموعة من الصور التي قمت بتصويرها في السابق والآن في حلقة اليوم، واستمتع بمشاهدتها ولاحظ يعني احترافية الفوكس اليدوي في أجهزة الآيفون. إذا مشاهدي الكريم لاحظ معي هذه الصورة ملتقطة باستخدام هاتفي الآيفون 5S باستخدام ميزة الفوكس اليدوي بطريقة سهلة جدا مثل ما أريتكم قبل قليل. تضغط فقط على الشيء المراد التركيز عليه، هنا ضغط على اللحم، بعد ذلك في العيد طبعا، وأتى يعني بالقليل من الدخان هنا ومن ورائها يوجد بعض الشجيرات، فظهرت يعني صورة مبدعة وصورة رائعة واحترافية للغاية. لاحظ معي يعني كمية جمال هذه الصورة، ففقط يجب عليك أخذ الصورة في أو اللقطة في الوقت المناسب وفي التوقيت المناسب طبعا وفي الأثناء المناسبة. أيضا هذه الصورة باستخدام الفوكس اليدوي، فقط يعني قمت بالوقوف في النافذة، وضعت الفوكس عن أي مكان مضيء في الخارج، ثم ابتعدت من النافذة، يعني ذهبت إلى الوراء قليلا وقمت بتصوير هذه الصورة. ظهر كل شيء يعني في الظلام وفقط النافذة هي المضيئة، يعني لاحظ يعني صورة رائعة للغاية. أيضا هذه الصورة هنا كما ترى يظهر المدونة، وقمت بجعل التركيز على الكيبورد فيظهر من تلك الجهة كل شيء مشوش، ومن هذه الجهة واضح، يعني صورة رائعة. أيضا هذه نفس الصورة بألوان مختلفة كذلك، يعني هذه الصورة من حلقة اليوم لاحظ معي التركيز أتى على الزلازة ومن هنا كل شيء مشوش، يعني يمكنك استبدال هذه الزلازة باستخدام يعني تأتي من وراء وردة، من وراء يعني أشياء رائعة هكذا، يعني تعطي منظر للصورة وليس زلازة أو بلاطة. هنا يعني مثل الصورة السابقة في نفس الوقت قمت بالتقاطها، وهذه مجموعة من الصور كما رأيت مشاهدي الكريم، تظل فقط على حسب إبداعك وعلى حسب يعني طريقة استخدامك لهذه الميزة.